أهلا بكم. صارع حميد شباب الذي غادر مؤخرا حزب الاستقلال في اتجاه سفينة جبهة القوى الديمقراطية للرد على ما يروج بخصوص ممتلكاته التي تتجاوز قيمتها الملايير في كل من تركيا وألمانيا وهولندا، مؤكدا أن الأمر مجرد إشاعة. شباط وفي تصريح صحفي نفى عن نفسه صفة الملياردير وقال رأس المال الحقيقي ديالي هو المغاربة وخاصة سكان فاس، أحظى بشعبية كبيرة وباحترام وتقدير عميقين وهذا هو المهم. قبل أن يضيف هذه الأمور لا تباع ولا تشترى وهي الممتلكات الحقيقية لكل شخص، ويضيف رأس مال المادي هو 30 مليون سنتيم تقريبا محطوطة في البنك. كاين اللي كيقول عندي 35 حساب بنكي، هذوك راهم تسطاو، عندي حساب واحد. أما عن ممتلكاته العقارية صرح الأمين العام السابق لحزب الميزان، عندي دار هي اللي ساكن فيها وعندي قهوة تحت الدار كتدخل لي واحد المصروف شهري، وسيارة لي وسيارة عند المدام، وعندي تقاعد ديالي، غير اللي لقى عندي شي حاجة أخرى أنا مستعد نكتبها لي في سميتو. يؤكد عمدة فاس الذي يتحدث كثيرا وفي كل شيء ولا يترك أي شيء المشاهدين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.